لبيك اللهم. فكيف بالشيخ محمد حسن عبد الغفار إذا كان في هذه الحجة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر. ماذا تقول له صلى الله عليه وسلم لو أنك التقيته؟ سبحان الله، كيف أفعل أنا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أتمنى من ربي أنني إذا قمت في عرصات القيام صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم بصحبته صلى الله عليه وسلم وصحبة أصحابه رضي الله عنهم، فإننا نشهد الله عز وجل أننا نحبه صلى الله عليه وسلم، نتقرب إلى الله بحبه وبحب من يحبه عليه الصلاة والسلام وبحب أصحابه رضي الله عنهم. نسأل الله أن يحشرنا بصحبتهم وإن لم نعمل بأعمالهم. لا أنا لا أريد أن أرجع إلى ذلك، حقيقة علقتني بالبيت الحرام وبالشعائر. ذلك أني سلم أن يذهب إلى أحد أن يقبل وأثبت ويبين أن هذا الحدث صلى الله عليه وسلم سيشهد أن تكون منطاف واستلم وودح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وكأن به صعد إلى الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.